بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا نهنيو المنتخب الوطني على المجهودات الجبار اللي كيقوم بها حاليا، لانه الان في نساق تصاعدي في جل المباريات، لا الاولى مع ضد كرواتيا ولا الثانيه ضد بلجيكا ولا الثالثه ضد كندا. كاينين بعض الاغلاط، ولكن راه كره القدم هي هذه. فريق متماسك، فريق شاب. كنا كنقولوا قبل البدايه ديال المونديال بان الى جابوا لنا عاد ثلاثه نقاط راه الحمد لله، ولكن الان بين على الكعب ديالو. منتخب الوطني منتخب قوي، كيعرف وقتاش يربح، كيعرف وقتاش يهاجم، وكيعرف يسير جل المباريات من الناحيه التكتيكيه. كنظن وليد الركراكي ربما القى التوليفه والتركيبه البشريه ديال 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 الفريق. الان كاين واحد انسجام ما بين المدرب وما بين اللاعبين وما بين ستاف ككل. خاصنا تشجيعات لهاد اللاعبين هادو، لان مباراه صعيبه ماشي مباراه سهله. ما نخش في الفخ ديال 2018 نقولوا راه درنا تعادل مع فريق مع المنتخب الاسباني، فريق محنك، رغم عنده لاعبين شابين والسن ديالهم صغير، ولكن كاين عامل تجربه لويس انريكي مدرب محنك، كيعرف كيفاش الطريقه اللي يمص بها الخصم وحذاري من الاخطاء. نسيروا المباراه بطريقتنا، نسيروا المباراه باللعب ديالنا، وان شاء الله غتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله.